بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي عناوين، والذي نستطلع فيه باقة مختارة من أبرز الأخبار والتقارير التي أوردتها صحفنا المحلية قبل الانتقال لباقة مختارة من أبرز الأخبار العربية والعالمية، على أمل أن تنال رضاكم. ولكن قبل البداية، جولة لأبرز العناوين. مشاركة واعدة. المدرب الوطني الأفضل. المرأة الخليجية حاضرة في البرازيل. خبراء يرفضون التجديد لاتحاد عيد. وحوت آسيا يعتزل بسبب مشاجرة. أهلا بكم. نبدأ جولتنا من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكلنا أمل في أن تكون وجه السعد على رياضتنا الأولمبية لتحقيق أول إنجاز لها في تاريخ مشاركاتها. صحيفة الوطن زينت غلافها الرياضي بصورة بطلنا بركات الحارثي، فعنونت تقول: مشاركة واعدة. فقد أكمل أغلب اللاعبين المشاركين في أولمبياد ريو 2016 استعداداتهم لخوض غمار منافسات المسابقات، حيث يخوض بركات خلال الوقت الحالي معسكرا خارجيا أخيرا بكوبا من أجل التأكيد على جاهزيته التامة لهذا الاستحقاق الكبير. هذا وقد بدأت بوادر الخير تظهر في العداء بعد البرنامج الذي وضعه اتحاد القوى من تحسن في مستوى الحارثي، والذي بدأ يجنى الآن ثماره بعد معسكر أمريكا ومن ثم معسكر البحرين وتغيير الجهاز الفني، ويتوقع أن يكون هناك تحسن أفضل خلال الأيام القادمة من هذا البرنامج. وفي السياق ذاته، عكست صحيفة عمان واقع بعثتنا التي غادرت أرض السلطنة فجر اليوم متجهة إلى البرازيل، فعنونت تقول: طموحات وآمال عريضة للسلطنة في أولمبياد البرازيل. وترى الصحيفة أن طموحات الوسط الرياضي لا حدود لها، وهم يتابعون أربعة مشاركين نالوا شرف تمثيل السلطنة في التظاهرة الرياضية الأكبر عالميا. ورغم الاعتبارات العديدة في فوارق الإعداد والتجهيز فضلا عن الخبرات الدولية، إلا أن الآمال عريضة في تحقيق نتائج إيجابية. ونبقى مع صحيفة عمان التي التقت أمين عام اللجنة الأولمبية طه الكشري، الذي أكد أن مشاركتنا الخارجية لم تعد من أجل المشاركة، كما كشف عن خطط الأولمبية المستقبلية. نتابع هذا التقرير. قال أمين عام اللجنة الأولمبية طه الكشري: نحن لا نشارك من أجل المشاركة، إنما نتطلع للوصول إلى منصات التتويج. وقد اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مؤخرا خططا لدعم الاتحادات الرياضية، وقد آتت أكلها من خلال النتائج في البطولات الأخيرة. وأؤكد مرارا وتكرارا أن اللجنة الأولمبية العمانية وضعت معايير واضحة للمشاركات الخارجية من أجل ضمان ظهور مشرف يعكس السمعة الإيجابية للرياضة والرياضيين في السلطنة. وأردف قائلا: نحن لا نتواجد في الدورات الأولمبية للمشاركة، إنما للتمثيل المشرف، ذاكرا أنه تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل لجنة التخطيط والمتابعة لمتابعة سير إعداد اللاعبين والمنتخبات والوقوف على مستوياتهم، لا سيما أولئك الذين يملكون حظوظا مباشرة في المنافسة. وعن مستوى التطلعات في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي ستقام في العاصمة الأندونيسية جاكرتا 2018 عقب المشاركة الهزيلة في دورة أنشون 2014، قال: نأمل أن تكون مشاركتنا في أندونيسيا أفضل من حيث النتائج والمردود، مشددا على حقيقة أنه إذا لم تستعد المنتخبات ووضعت إدارات الاتحادات الوطنية برنامجا لمنتخباتها، وإذا لم تدخل هذه المنتخبات الدورات الآسيوية والدولية ضمن مخططاتها الفعلية، فإنه بالتأكيد لن يكون لها أي حضور يذكر.
وعما إذا كان هنالك مشروع وطني لصناعة أبطال أولمبيين، وما إذا ستتم الاستعانة بخبراء واختصاصيين للارتقاء بهؤلاء الرياضيين، قال أمين عام اللجنة الأولمبية. هناك خطة متكاملة أعدت بارتياح وقدمت لمجلس الإدارة، وأراهن أنها لو نفذت سنكون أبطالاً، ونحن بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي، والمشروع قيد الإجراء التنفيذي بعدما عرض على مجلس الإدارة وتم اعتماده. لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك أكثر من فكرة مطروحة سترى النور قريباً فيما يتعلق بتمويل المشروع، والجهة المشرفة عليه والأيام كفيلة بإيضاح كل شيء. وحول أبرز العراقيل التي تواجه اللجنة الأولمبية من ناحية تأهيل المواهب المجيدة والوصول إلى منصات التتويج، وعما إذا كان العائق المالي قد أثر على اللجنة، أوضح الكشري إن تأهيل اللاعبين والمنتخبات هي من اختصاص الاتحادات الوطنية، ولا علاقة للجنة الأولمبية بذلك، ولكن هناك تنسيق قائم بين لجنة التخطيط والاتحادات الرياضية فيما يخص إعداد برنامج خاص بالمنتخبات، وهناك إعانة مالية مباشرة ترسل من قبل المختصين في لجنة التخطيط والمتابعة، علاوة على قيام اللجنة بدعم الأجهزة الفنية من أفكار وتنظيم فيما يخص المشاركات الخارجية وإعداد منتخبات وطنية أو لاعبين للوصول إلى المراكز المتقدمة ومنصات التتويج. وإلى منتخبنا الأولمبي، فقد تابعت صحيفة عمان تجربته الودية مع فريق الرستاق والتي تأتي ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، فعنونت تقول: المنتخب الأولمبي يتغلب على الرستاق وديا، وقدم المنتخب الأولمبي مستوى جيد في اللقاء لا سيما في شوطه الثاني، حيث امتلك زمام المبادرة ووقف جهازه الفني عند جاهزية كافة لاعبيه لينتهي اللقاء بفوز الأولمبي وبهدفين لهدف. وإلى صحيفة الوطن التي تابعت آخر مستجدات انتخابات اتحاد كرة القدم والتي ما زالت تشهد فتورا واضحا، فخرجت بعنوان تقول فيه: ارتفاع عدد المترشحين لعضوية الاتحاد إلى 4 أعضاء، وارتفع عدد المترشحين لعضوية الاتحاد العماني لكرة القدم إلى 4 أعضاء بنهاية دوام الأمس، في حين لم تتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات أي طلبات للمناصب الرئيسية حتى الآن، رغم التصريحات المتواترة بين الفينة والأخرى للترشح لهذه المناصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية، حيث تقدم لعضوية الاتحاد كلا من الشيخ سلطان الحسني وبطاقة ترشحه من نادي الخابورة، وأحمد الراشدي وبطاقة ترشحه من نادي المضيبي، وإبراهيم العلوي وبطاقة ترشحه من نادي الطليعة، ونصر الوهيبي نائب رئيس نادي مسقط وبطاقة ترشحه من نادي أهل سداب. ومن المتوقع أن نشهد في اليومين القادمين من الفترة الأولى لمدة الترشح الكثير من المفاجآت. تابعت صحيفة عمان استعدادات منتخب الشباب لتصفيات نهائيات آسيا وكأس الخليج، فخرجت بعنوان تقول فيها: منتخب الشباب يبدأ معسكره الداخلي بمحافظة ظفار، حيث يبدأ اليوم منتخبنا للشباب معسكره الداخلي في صلالة والمتمثلة في المشاركة في كأس الخليج لمنتخبات الشباب المزمع إقامتها في شهر سبتمبر من عام 2017، وسوف يشارك المنتخب خلال فترة المعسكر في بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي مع أندية محافظة ظفار، حيث وقع منتخبنا ضمن المجموعة التي تضم أندية النصر والاتحاد، وسوف يبدأ أول مواجهاته في البطولة أمام نادي النصر يوم 10 من الشهر الجاري. مدرب نادي الشباب وليد السعدي حل ضيفا على صحيفة الشبيبة ليكشف لها عن آرائه حول بطولة الدوري والمدرب الوطني، وأيضا نظرته للمدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني. نتابع. عن تجربته مع الشباب قال وليد السعدي: تجربتي خلال موسمين كانت مفيدة جدا لي، فمن خلال الموسم الأول عملت مساعدا مع الكابتن مبارك سلطان وتعلمت منه الكثير، وهو خبرة كبيرة وأنا أشكره جدا على مساعدتي.
بعدها عملت مع الكابتن خلفان اليحيائي، ولكن التجربة معه كانت قصيرة جدا، وللأمانة فقد اكتسبت شخصية محترمة قيادية. وبعد كل ذلك عملت مع كوزك البوسني من المدرسة الشرقية الأوروبية الهجومية، والاستفادة كانت حاضرة، ولكن لم يكتب لها النجاح إذ خسرنا كثيرا. وهذه هي كرة القدم، فهي توجب عليك أن تتعلم، وأنا أبحث إلى اليوم وحتى الغد عن التعليم. ومع هذا وذلك فإني أصف الدور الثاني بالناجح بشهادة الجميع، فلقد استلمنا النادي ومعه 7 نقاط فقط وترتيبه قبل الأخير. وبفضل من الله وبجهود الجهاز الفني المساعد كالكابتن حسن رستم والكابتن سلطان مدرب الحراس والزميل أحمد من الطاقم الطبي، وبمجهودات اللاعبين والإدارة قفزنا بقوة إلى المركز 9. وهنا كان النجاح، لأن المنافسة كانت شرسة في أسفل الترتيب بنزول صلالة وصور والمصنع. وحول رأيه بالدوري قال: شكلا وتنظيما جيد، فنشاهد المستوى يرتفع في جولات ونراه ضعيفا فنيا في جولات أخرى، وأعتقد أن الجدول في الغالب لا يخدم الأندية. ولا تنسى أن سلطنة عمان لها بعد جغرافي بين صلالة وصور وبين صلالة والبريمي وبين الباطنة وصلالة، والمباريات تكون في ظرف 3 أيام فقط، حينها لا تبحث عن المستوى الفني المطلوب. وحول نظرته للمدرب الوطني: خلال المواسم الأربعة يبقى المدرب الأفضل هو المدرب الوطني، بدليل أن النهضة توج مع الكابتن حمد العزاني، وبعدها السويق مع الكابتن مصبح هاشل، وفي الثالث توج العروبة بفيليب وكان أجنبيا وعاد فنجا، وتوج مع الكابتن سليمان خميس، وينسب العمل الأكبر للكابتن عبد الرحيم الحجري. فهؤلاء جلهم عمانيون والنجاح موجود لديهم. أما عن المنتخب فقال: المدرب الإسباني لوبيز كارو حتى هذه اللحظة هو في وضعية البحث والتغيير، وهو مستمر في ذلك، وعليه أن يستقر على الوضع المثالي ليكون المنتخب في أحسن حال ويستطيع تجاوز المنافسات المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل المستويات. تابعت صحيفة الوطن آخر الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة مهرجان الصلالة السياحي لكرة الطاولة المفتوحة في نسختها الثانية لتعنون قائلة: اللجنة تسعى لنشر اللعبة وبطولة مهرجان صلالة أبرز البطولات المفتوحة في روزنامة اللجنة، ويستعد هذا المهرجان تأتي ضمن متزامنة مع مهرجان صلالة فترة موسم الخريف، ليتيح بذلك فرصة المشاركة لكافة الجنسيات، حيث سيكون المجال متاحا للجميع للمشاركة، وتم رصد العديد من الجوائز الفنية لأصحاب المراكز الأولى، ومن المتوقع أن تكون المشاركة واسعة من اللاعبين خارج السلطنة في هذه النسخة من البطولة. نختتم جولتنا المحلية مع صحيفة عمان التي تابعت آخر أخبار انتخابات كرة السلة لتخرج بعنوان تقول فيه: فريد الزرجالي يترشح لولاية ثانية لرئاسة اتحاد السلة، حيث أعلن الزرجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة عن الترشح رسميا لولاية ثانية في منصب رئيس الاتحاد في الدورة الانتخابية الجديدة، حيث أصدر بيانا يوضح فيه رغبته في الدخول في المنافسة على منصب الرئيس، مستذكرا الإنجازات التي تحققت خلال فترة ولايته الأولى. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وبعدها لن نعود لاستكمال ما تبقى من عناوين. I am not alone. My breath is your breath. Your step is my step. And when I fall, you are there to lift me up. Together, we can change the world. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا العربية من المملكة العربية السعودية، حيث ظهر مؤخرا بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يبحث عن التمديد لفترة ما بعد نهاية التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. وقد تعالت الأصوات المنتقدة لهذه الخطوة التي فكر فيها اتحاد القدم متأملا الإقدام عليها في أسرع وقت ممكن. صحيفة الجزيرة السعودية استطلعت آراء النقاد الرياضيين والذين عارضوا فكرة التمديد ولهم أسبابهم. نتابع. أكد الدكتور مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد والمحلل الفني المعروف بأنه لو وجد لدى اتحاد القدم رؤية واضحة وتغليب لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية لغادر هذا الاتحاد بنهاية الموسم الماضي. وقال: اتحاد القدم الآن يبحث عن التمديد لمصلحته وليس لمصلحة رياضة الوطن، ولو مدد له حتى نهاية التصفيات العالمية وتأهل منتخبنا لطالب بالتمديد لفترة أخرى. وليت اتحاد القدم طالب بالتمديد بنهاية الموسم الماضي حتى يكون هنالك وقت للتفكير، ولكن تصرفهم الآن ليس منطقيا وليس صحيحا، ومن يمتلك الرؤية الصحيحة لا يفعل مثل ما فعله هذا الاتحاد. وتابع: أنا ضد التمديد لهذا الاتحاد الذي لا يستحق البقاء، فقد بقي بما فيه الكفاية 3.5 مواسم هي مدة هذا الاتحاد، ولم نرى منه شيئا يذكر، ولم نرى منه قوانين وأنظمة واضحة. وأشار إلى أنه في حال تجاوز الاتحاد الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتجه للفيفا ليمدد له، فيجب أن يرسل للفيفا جميع المشاكل التي وقع فيها هذا الاتحاد لينقض قرار التمديد. من جانبه أشار الإعلام المخضرم والناقد الرياضي المعروف ترك السديري بأن موضوع تمديد فترة اتحاد القدم يأخذ الجانبين. من جانبه أشار الإعلام المخضرم والناقد الرياضي المعروف ترك السديري بأن موضوع تمديد فترة اتحاد القدم يأخذ جانبين، وقال: من الناحية الإجرائية الديمقراطية في العمل يجب أن يكون قرار التمديد من عدمه يخضع إلى تصويت الجمعية العمومية، وما يقال ويشاع من أن اتحاد الكرة يريد أخذ موافقة الفيفا أو ما يتعلق بذلك، ففي ظني أن تخطيه للجنة الأولمبية يمس سيادة الرياضة السعودية، وبالذات أن الموضوع لا يتعلق بمسألة فنية أو استشارة لوائحية تتعلق بلعبة كرة القدم وقوانينها، إنما المسألة تتعلق بالفترة القانونية والمدة النظامية لاتحاد كرة القدم التي هي بالأساس محددة من خلال اللائحة الأساسية للجنة الأولمبية. ويفترض أن اللجنة الأولمبية هي من تحدد القبول أو السماح بالتمديد من عدمه. هذا هو الجانب القانوني، وأنا لست بقانوني، وكل ما ورد من كلام السابق هو مجرد رأي انطباعي. وعما إذا كان اتحاد القدم يستحق أن يمدد له؟ قال: أما هل يستحق اتحاد الكرة من خلال ما قدمه في فترته السابقة التمديد أو عدم الاستمرار، فأقول وبكل انحياز ولمصلحة رياضة كرة القدم السعودية لا يستحق هذا الاتحاد أن يمدد له، بل إن هذا الاتحاد كان من المفترض منذ سنته الأولى أن يغادر الساحة غير مأسوف عليه، ولو كان هناك ضمير حي لخجل هذا الاتحاد من أن يبقى سنة واحدة. وتابع: يجب أن يعرف الرأي العام الرياضي من أيد ودعم وانتخب هذا الاتحاد، ويجب أن تعرف أسماؤهم لكي تتكشف حقيقتهم أمام الرأي العام، ويجب ألا نجعل الرأي العام مغيبا عما يحدث في المؤسسة الكروية السعودية. وختم السديري حديثه قائلا: تأملوا في اتحاد إيد الجريني، ستتكشفون كثير ملامح مما أتوجس منه وأخاف منه، وأدعو إلى محاربته بكل حكمة وحنكة وانتماء لرياضة وطننا.
شيعت صحيفة الرياض وفاة سلطان مناحي أول قائد للمنتخب السعودي في دورات الخليج ونجم فريق الهلال، فخرجت بعنوان تقول فيها: رحيل سلطان مناحي قائد الهلال وماضيه الجميل. وقالت الصحيفة أنه كان يعاني من ضعف في البصر، وكانت الصحيفة قد أجرت مع الفقيد مقابلة قبيل توجهه لمدينة لوس أنجلوس الأمريكية في رحلة العلاج التي لم يعد منها، حيث قال مناحي: الإدارة الهلالية الحالية فللأسف لم يزرني أحد منهم أو يتصل للإطمئنان على حالات الصحية، وبطبيعة الحال لا مقارنة بين وفاء الوسط الرياضي في الماضي مقارنة بالحاضر، فقد ضعف الوفاء اليوم. أتذكر في الأمس الجميل كنا نتعشى عند رئيس أهل الرياض أبو عبد الله الصايغ رحمه الله بعد التمرين في ملعبه، نحن ولاعب الأهلي والشباب أخوة متحابين ما يفرقنا إلا التمرين. أنهى منتخب البحرين لفئات الشباب لكرة القدم مشاركته في بطولة كوتيف الودية بعدما حقق يوم أمس الأول فوزا لافتا على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل واحد. صحيفة الأيام تابعت اللقاء فعنوانت تقول: منتخبنا الشاب ينهي مشاركته ببطولة كوتيف الودية، ويدين المنتخب بهذا الفوز للاعب عبد العزيز خالد والذي سجل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 44 والدقيقة 50 و62 بأن الفريق الأمريكي كان متقدما في النتيجة بهدف جاء في الشوط الأول عند الدقيقة 33، وحل منتخبنا الشاب في المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط، وبذات الرصيد للوصيف فانزويلا الذي تفوق بأفضلية الأهداف. لن تستمر الأندية الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص على هذا النحو، إذ لا بد من الخصخصة والتحول إلى شركات. هذا ما أكده عضو مجلس الأمة الكويتي السابق عبد العزيز المطوع لصحيفة القبس الكويتية تلبية لمتطلبات الاتحاد الدولي والآسيوي. نتابع ما قاله المطوع من خلال هذا التقرير. خصخصة الرياضة هي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالترخيص لإنشاء شركات مساهمة بغرض تأسيس أندية رياضية بخصخصة 15% من رأس مالها للمؤسسين، ويطرح الباقي للاكتتاب العام للجميع من أبناء الكويت، على أن تقوم الدولة بتوفير قيمة إيجارية رمزية يحددها الوزير المختص، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال. أما بالنسبة للأندية الموجودة حاليا فلها الحق في التحول إلى شركات مساهمة بالشروط والضوابط نفسها، على أن يتم تقييم مبانيها وأصولها الثابتة، وتسدد تلك القيمة إلى الدولة على أقساط دورية خلال مدة لا تتجاوز 15 سنة بعد إعطائها فترة سماح مدتها 5 سنوات قبل بدء السداد الفوري. ومن قواعد الخصخصة لقطاع الرياضة: أولاً، تخفيض الأعباء المالية عن الدولة ودعمها المنتجات الوطنية، واختيار مجالس إدارة على كفاءة عالية من المهنة، لأن القطاع الخاص سيحرص على اختيار الأكفاء لإدارة استثماراته وجعل النادي في أفضل حالاته، حيث ستختفي المحسوبيات في هذه الأندية، وتطوير المنشأة الرياضية الحالية وزيادتها مستقبلا ما يسهم في زيادة فرص ممارسة الرياضة للجميع. ثانياً، اكتشاف مواهب رياضية جديدة بأعداد كبيرة باستمرار، ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية التي تمثلها. ثالثا، فتح المجال بشكل أوسع للإعلام الرياضي التجاري نتيجة لارتفاع المستوى الفني للتنافس الذي سينشأ عن طريق الخصخصة، وقد تتجه بعض الأندية لفتح قنوات رياضية خاصة تعبر عما يقدمه كل نادي، وسيظهر ما يمكن تسميته صناعة الرياضة. رابعاً، الاستقرار الذي سيصب في مصلحة اللاعبين، حيث سيكون بمنزلة الموظف داخل النادي، وهو المتكفل بكل شؤونه الرياضية والصحية والاجتماعية والنفسية وحتى التعليمية، وسيكون اللاعب المميز عملة نادرة يمكن الاستفادة منه.
حتى بعد تركه للملاعب سواء في الإدارة الفنية أو الإدارية، وستحفظ حقوق اللاعبين بشكل أفضل. لكن في ظل المنظومة الحالية فإن إصابة اللاعب إصابة بالغة تعني نهاية حياته الرياضية إذا لم يكن موظفا، بخلاف كونه لاعبا فالخصخصة تضمن الحقوق المالية. ويقول المطوع: الخصخصة هي الوسيلة المضمونة للوصول إلى العالمية، خاصة في مجال كرة القدم التي تعد الرياضة الشعبية الأولى في العالم وفي الكويت. ولا يخفى على أحد أن ما نراها اليوم من تقدم في مستوى هذه اللعبة في كل أرجاء المعمورة يعود الفضل فيه إلى التفرغ الرياضي وخصخصة الأندية. تشهد القرية الرياضية بريو دي جانيرو في الخامسة مساء اليوم بتوقيت البرازيل مراسم رفع العلم القطري في القرية الأولمبية في ريو دي جانيرو إذانا بالمشاركة الرسمية في الأولمبياد. صحيفة الوطن استعرضت تاريخ مشاركات بلادها فعنونت تقول: البعثة العنابية طموحات بلا حدود. وتشهد دورة أولمبياد ريو أكبر مشاركة قطرية في تاريخ الألعاب الأولمبية منذ مشاركتها في لوس أنجلوس عام 1984 من خلال بعثة تمثل 10 اتحادات تضم 38 رياضيا. وستكون الآمال القطرية معلقة بشكل خاص على ناصر صالح العطية ومعتز عيسى برشم المتوجين ببرونزيتي الرماية والوثب العالي على التوالي في أولمبياد لندن 2012. سجلت هذه الدورة الأولمبية الحالية في ريو أكبر مشاركة للمرأة الخليجية في تاريخ الألعاب الأولمبية. صحيفة الوطن أبرزت دور المرأة الخليجية وحظوظها الدولية من خلال التقرير التالي، نتابع. على المستوى العربي شاركت السيدات منذ زمن بعيد في الأولمبيات، إلا أن المشاركة النسائية الخليجية كانت محدودة خلال الدورات السابقة على خلاف نسخة ريو دي جانيرو التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد المشاركات منهن بنسبة بلغت نحو 53% مقارنة مع أولمبياد لندن، إذ يشارك في الألعاب الفردية بأولمبياد ريو 32 سيدة مقارنة مع مشاركة 21 فقط في النسخة السابقة. فحتى أولمبياد الصين 2008 كانت 3 دول فقط، هي قطر والسعودية وبروناي، تمتنع عن إرسال سيداتها إلى الألعاب الأولمبية، لكن قطر دفعت في أولمبياد لندن بأربع رياضيات. كما أعلنت بروناي أنها سترسل لاعبة أو أكثر، وكانت السعودية قريبة من الموافقة على إشراك الفارسة دلمة ملحس، لكنها فشلت قبل أيام في التأهل ليتأجل تحديد الموقف السعودي. وكانت اللجنة الأولمبية القطرية قد دفعت ب 12 رياضيا إلى لندن في 2012، منهم 4 رياضيات هي نور المالكي ألعاب القوى سباق 100 متر، وبهية الحمد رماية البندقية الهوائية 10 أمتار، وندى عركلجي سباحة حرة، وآية مجدي كرة الطاولة. وتشارك سلطنة عمان بأربع لاعبين بينهن لاعبتان مقارنة مع لاعبة واحدة فقط في النسخة السابقة، ورياضيتان هما ضحى بنت نصير البلوشية في الرماية ومازون العلوية في ألعاب القوى. وتشارك السعودية في ريو بسبع لاعبين بينهم 4 سيدات بعد أن كانت لاعبتين فقط بالدورة السابقة، والرياضيات الأربع هن لبن العمير بمنافسات المبارزة، وكريمان أبو الجدائل بمنافسات سباق 100 متر، ووجود فهمي بمنافسات الجودو لوزن تحت 52 كيلوغرام، وسارة العطار بسباق الماراثون. وتشارك البحرين ب 45 متسابقا ومتسابقة بينهم 18 رياضية أغلبهن في ألعاب القوى مقارنة مع 8 سيدات فقط في النسخة السابقة، ومن بين 13 متسابقا ومتسابقة ستعتمد الإمارات أيضا على 4 لاعبات في أولمبياد ريو مقارنة مع 3 لاعبات في أولمبياد لندن 2012. واللاعبات الأربع هن ندى البدواوي بمنافسات السباحة، وبيت لحم ديزالين، وعليا سعيد بمنافسات ألعاب القوى، وعائشة البلوشي في رفع الأثقال.
والعراق هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي لن يشارك منها سيدات في أولمبياد ريو، إذ يشارك 4 رياضيون فقط في الألعاب الفردية، إضافة إلى الفريق الكروي الذي يضم 23 لاعباً. وتغيب الكويت عن المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في يونيو الماضي رفضها المشاركة في الأولمبياد نظراً للإيقاف الدولي للأنشطة الرياضية في البلاد من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وإلى العراق التي استذكرت المشاركة التاريخية لمنتخب الكرة الأولمبي عام 2004 من خلال حوارها مع مهاجم أسود الرافدين مهند عبد الرحيم، فعنونت تقول: مهند يطمح بالسير على خطى جيل أثينا. وأوضح مهند: بالرغم أننا مرشحون من قبل النقاد والمتابعين لمسابقة كرة القدم للفوز بإحدى الميداليات فيها، إلى أن الجميع يتطلع إلى تقديم مستويات رفيعة أمام المنتخبات المنافسة لنا في المجموعة الأولى برغم السمعة الكبيرة التي تتمتع بها بحكم مشاركتها في الدورات الأولمبية. من العراق إلى الأردن، فقد أدى شجار وقع بين عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني وبديله في فريق الوحدات محمود قنديل ومدربهما العراقي أحمد جازم، أدت إلى اعتزال عامر شفيع في خطوة صادمة قلل من وقعها نائب رئيس النادي بشار حوامدة. نتابع. هناك حديث عن استقالة المدير الفني العراقي عدنان حمد، وشريط مصور يتحدث فيه حارس المرمى عامر شفيع عن قراره بالاعتزال، لكن مجلس إدارة الوحدات لم يصله أي شيء رسمي بهذا الخصوص. وللتوضيح أكثر، فإن تدريب الفريق أمس الأول شهد خلافا بين عامر شفيع ومحمود قنديل رفقة مدرب الحراس العراقي أحمد جاسم، الأمر الذي دفع شفيع إلى اتخاذ قراره المتسرع، بل أن المدير الفني أبلغنا بعدم رغبته بالاستمرار مع الفريق في حال بقيت الأمور وبعض المشاكل الإدارية تحوم حول الفريق، الأمر الذي تم احتوائه بسرعة لينتهي بالاتفاق مع حمد على مواصلة قيادة الفريق وفق الخطة الموضوعة ومنحه كامل الصلاحيات. وفيما يتعلق بالأخبار التي تتحدث عن استقالة مدرب الحراس أحمد جاسم والتخلي عن محمود قنديل وحتى عامر ذيب وبعض اللاعبين، أشار بالقول: ننتظر تقرير حمد وهو صاحب القرار، وعليه أن يحدد احتياجاته بشكل نهائي حتى نسير وفق خطى ثابتة نحو الأمام، ونحن مع أي قرار يتخذه حمد. عن شفيع، الشريط المصور الذي ظهر به شفيع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتحدث عن قرار اعتزاله، أكد خلاله بأن القرار اتخذ بعد تفكير عميق وأتمنى خلاله التوفيق للجميع، لكن مقربون من حوت آسيا أكدوا بأن القرار اتخذ بعد ضغوطات تعرض لها شفيع على امتداد الفترة الماضية من تحميله أسباب خسارة فريقه لأكثر من مباراة وآخرها كأس الكؤوس، وكذلك هبوط مستواه مع تقدمه بالعمر، إلى جانب التقرير القديم الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مدرب الحراس أحمد جاسم، عوضا عن بعض الأمور التي تحاك ضده داخل الفريق. وفي محاولة الرأي الاتصال مع شفيع مرارا إلا أنه لم يجب قبل أن يغلق هاتفه، حيث أسر مقرب جدا من شفيع بأن قراره نهائي لا رجعة عنه وأنه سيتقدم بكتاب رسمي للإدارة حول ذلك. شفيع مصمم على الاعتزال وهو سيتجه للتدريب. وفي هذا السياق، منح الجهاز الفني شفيع إجازة لمدة يومين في محاولة لمنحه فترة لإعادة التفكير في قراره وثنيه عن الاعتزال. I am honor. I am the courage to compete with all my heart. Respect for a level playing field. I believe in us because we are building bridges. I am you, and together we can change the world.
أهلا بكم، والآن موعدنا مع الصحافة العالمية والتي نبدأها من إنجلترا، حيث ذكرت صحيفة الميرور أن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا ما زال يريد صرف المزيد من الأموال من أجل تدعيم الفريق للموسم المقبل. الميرور رصدت صفقة صانع ألعاب شالكا الألماني ليروي ساني، فعنونت تقول: ساني وستونز إلى سيتي. فبعد أن أعلن مانشستر سيتي انضمام ساني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2021 مقابل 37 مليون جنيه استرليني، يسعى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى تقوية الخط الخلفي للفريق بجلب المدافع الإنجليزي جون ستونز من إيفرتون، وعرض السيتي مبلغ 50 مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات اللاعب الذي يعتبر من أفضل لاعبي الدفاع في الدوري الإنجليزي. وفي إنجلترا أيضا يأمل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى استعادة نجمه وهداف المنتخب البلجيكي ونادي إيفرتون روميلو لوكاكو. صحيفة الإكسبرس البريطانية عنونت على صدر صفحتها الرئيسية عنوانا قالت فيها: 65 مليون لإعادة لوكاكو، حيث يسعى البلوز تشيلسي إلى التعاقد مع هداف نادي إيفرتون روميلو لوكاكو مقابل 65 مليون جنيه استرليني، بعدما عرض في الأسبوع الماضي 57 مليون جنيه استرليني. لكن إدارة نادي إيفرتون رفضت العرض المقدم. في المقابل أضاف تشيلسي في العرض الجديد المهاجم الفرنسي لوي كريمي من أجل إقناع إدارة إيفرتون بالاستغناء عن لوكاكو. أما الآن مشاهدينا، دعونا نأخذ جولة إلى كاريكاتير اليوم والذي اخترناه لكم من جريدتي الأيام البحرينية والرياض السعودية. وختاما أيها الأحبة، نشكركم على كرم المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، موعدنا يتجدد بكم غدا، إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.